فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك صلى الله عليه وآله. وكنا إذا اشتقنا لرؤية وجه نبيك نظرنا إليه، هذا فيه صفات رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. ثم قال: اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. عرف الأكبر بأن هذه رخصة من أبيه، امتطى على صهوة جواده، أطلق عنان الفرس نحو المعسكر، صار يقاتل قتالا مستميتا. أبو عبد الله وين واقف؟ واقف عند باب الخيمة ينظر إلى بطولات أمير المؤمنين تتجلى على يد ولده علي. إيهن إيهن يا علي، بارك الله فيك، قاتل دون الطيبين، يحمس ويشجع إلى القتال. وليلى في الجهة الثانية تنظر في وجه الحسين وتقرأ معالم وضع وأبنها في وسط الحومة، وهو على هذه الحالة، وكلما أنجز إنجاز تهلل وجه الحسين بشرى وفرح. لحظات وإذا بوجه الحسين قد تغير، صار على خلاف البشرى والفرحة، رأسا تسرب الشك إلى قلب أمه: سيدي أبا عبد الله، هل أصيب ولدي بسوء؟ أني خايف على ولدي. قال: لا لا لا، لكن برز إليه من يخاف منه عليه، ولدي بطال وشجاع بقدام، لكنه عطشان، وذاك البطل لا مرتوي وشارب ماء، فأنا أخاف على ولدي من؟ ماذا أصنع سيدي؟ قال: ادخلي إلى الخيمة فإن دعاء الأمهات في حق أبنائهن مستجاب. دخلت تلك المرأة إلى خيمتها، نشرت شعرها، رفعت يدها إلى السماء وصارت تدعو بهذا الدعاء ونحن ندعو معها: إلهي بعطش الحسين، إلهي بغربة الحسين، يا راد يوسف على يعقوب، رد علي ولدي سالما ودخلت الخيمة الغريبة، دخلت الخيمة الغريبة وتوسلت لله بحبيب بالحسين ويشمع بمصيب، يا راد يوسف مين مغيب على يا عقوب ويمسكن لهيب، أريدك علي سالم حتى أغمي عليها في وسط الخيمة. تجمع عليها النساء والأطفال وصار البكاء والمنادي ينادي ومصيبة، أما ما كان من حال علي الأكبر فإنه لما أجهده القتال أراد أن يرجع إلى المخيمات، قطع عليه الطريق بكر بن غانم، عاجله علي الأكبر بضربة أرداه سريعا، ثم جاء نحو الحسين أبا صيد الملوك ثعالب وأرانب، وإذا برزت فصيدي الأبطال، يا بويا قطرة أمي الجب، يا بويا قطرة أمي الجب، اتقوى وريد للميدان وح، يا بويا انفطر قلبي وحق
باقي جال شمس والعطش والميدان والحر. فتح الحسين باعه ضم الأكبر إلى صدره بني ضع لسانك على لساني. وضع علي الأكبر لسانه على لسان أبيه فوجده كالخشب اليابس من العطش والظما. ضم الصدر وصاح يا ابني والدمع سال. ضم الصدر وصاح يا ابني والدمع سال. ابشر يا عقل ان كان مني طلبتك مال وان كان قصدك معي هذه طلبة محال. اللي يجيب الماي ضل جثة رميه وحسيناه. عرف علي الأكبر أن بعد ما موجود أراد أن يرجع إلى المعركة. أخذه الحسين بيده إلى أين يا ولدي بني علي وين رايح؟ قال إلى المعركة يا أبا. قال لا يا ولدي ارجع إلى الخيمة انظر إلى أمك فإنها خايفة عليك. جاء علي الأكبر دخل إلى الخيمة صار يتخطى النساء حتى وصل إلى وسط الخيمة وإذا بأمه ممددة مخمى عليها. جلس عند رأس أمه رفع رأس أمه وضعه في حجره صار يبكي. سالت الدموع على وجنته تقاطرت الدموع على وجه أمه. أفاقت أمه علي هذا؟ قال نعم يا أمه ولدك علي. الحمد لله على السلامة يا ولدي لكن بني لي إليك حاجة. اتفضل يا بني اتفضل يا أمه. قالت يا ولدي أنت عزيز على قلبي لكن أباك الحسين أعز على قلبي منك. بني علي اتفضل يا أمه. بني علي إذا كان يوم القيامة كل امرأة تأتي إلى جدتك فاطمة برأس ولدها بني بيض وجهي أمام الزهراء لا تخجلني أمام فاطمة أريد أقدم رأسك بين يدي جدتك الزهراء يوم القيامة. لأنعمنك عينا يا أمه. قام وتسلل خارجا من الخيمة هذا والنساء قد تعلقن بأذياله إلى أين يا علي إلى أين يا علي. حتى خرج من الخيمة ما خرج إلا والحسين فاتح باع إلى ولده ضمه إلى صدره شمه ثم قال له بني أذن أذن علي الأكبر. وكان صوته جهوريا ما قال الله أكبر إلا والنساء يتصايحن ومحمد ومصيبته. بني علي اخطأ أمامي خطوات كي أتودع من شمائل جدي رسول الله. صار يخطو بعد الخطوات ثم ضمه الحسين ثانية إلى صدره شوي ضمه وشوي ينظر إلى نظر الآيس من الدنيا. الله أكبر. حتى سقط على الأرض مغمى عليهما. أفاق ثانية تودع علي الأكبر من والده امتطى على سهوة جواده. تقول سكينة نظرت إلى أبي الحسين كلما تحرك علي الأكبر خطوات تحرك أبي من خلفه. حتى غاب في وسط حومة الميدان صار يقاتل قتالا مستميتا هذا وهو يرتجز ويقول أنا علي ابن الحسين ابن علي
أنا علي ابن الحسين ابن علي نحن وبيت الله ولا بالنبي أضربكم بالسيف حتى ينثني ضرب غلام هاشمي علوي هيهات لا يحكم فينا ابن الدعي حتى قتل تمام المئتين من الرجال يقول حميد بن مسلم كان بجانبي منقذ بن مرة العبد التميمي لعنه الله فسمعته يقول علي آثام العرب لئن مر بي هذا الغلام لأذكلن به والده قلت ويحك أما كفاك الذين تجمعوا حوله من كل جانب قال والله لا أفعلان فبينما علي يقاتل أين الصارخون وعليا أين المنادون وشبابها ومصيبته بينما علي يقاتل إذ صوب له رب جاء يشك في الهوى حتى اخترق خاصرة علي الأكبر فصار يتمايل على فرسه جاءه لعين ضربه بالسيف على راسه أيوة عليا ومصيبته وشبك عالمغرب لبالي يودي شبك عالمغرب لبالي يودي لبوه حسين عني القوم يحمي أثار المهر وسط البلع العدو فربي أحسن الله لكم العزاء أراد علي الأكبر أن يصطلب على جواده فما تمكن احتضن الفرس سالت دماؤه على عيني الفرس صار الفرس لا يبصر الطريق أراد أن يرجع به إلى الخيام لكنه أخطأ الطريق فتوسط به في وسط الأعداء هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه وذاك يدعجه بخنجره حتى قطعوه بالسيوف إربا إربا كادت روحه أن تخرج من جسده نادى أبا حسين عليك مني السلام انقض الحسين على ولده يقول من كان حاضرا خرج الحسين من المخيمات يمشي خطوات ويكبو على حر وجهه وهو ينادي بأعلى صوته ولدي علي ولدي علي ولدي علي ولدي علي حتى وصل إلى ولده هذا وعلي شافر شرفت روحه على الخروج من جسده يا بو يا مين سمع يا أمك وينك يا بو يا مين سمع يا أمك وينك ومن شبحت لعند الموت وإلى العشرين ما وصلني سني وحاتفني عليك الدهر لك شر يا بو يمين عيد لراسك ورجلك ومن غمض عيونك واسبل ايدك يا نور العين كل سيف الوصل لك
لعيد قلبي وصل وحشاي سدر امتد الحسين بطول ولده علي الأكبر هذا وهو يقول ولدي علي عليك مني عليك مني السلام ولدي علي على الدنيا بحدك العفا يقولون كان علي في تلك اللحظة تارة ينظر يمينا وتارة ينظر شمالا عيناه تدوران في رأسه لكن كلما نظر عن يمينه تبسم وكلما نظر عن شماله بكى التفت إليه أبوه ولدي ما لي أراك تارة تبسم وتارة تبكي قال أما التبسم فهذا جدي رسول الله قد سقاني بكأس الأوفى شربة لاظمة بعدها أبدا زين بكائك يا ولدي قال أما بكائي فهذه جدتي فاطمة تبكي عليك يا أبا علي راح علي راح علي راح شافه والنبي الشابك علي راح علي راح علي راح قعد عنده وصف جراحي علي راح علي راح علي راح نادى بصوت يا زينب يا كوكبا